هونج كونج هي كلمة صينية معناها الميناء العطر، والمدينة بتقع على ساحل الصين الجنوبي وبتتميز بناطحتها السحابية العملاقة، وبتضم المدينة أكثر من 1200 ناطحة سحاب، وده اللي بيخليها على رأس مدن العالم في عدد ناطحات السحاب. وجدير بالذكر إن هونج كونج في عام 2010 كانت مصنفة كثامن أغلى مدينة في العالم، وبتشتهر المدينة بإنها المكان اللي بيلتقي فيه الشرق بالغرب، والفنون القتالية رائجة في المدينة على نحو كبير، وبيتم وصفها دايما بإنها المدينة التي لا تتوقف، والمحلات والمطاعم في المدينة مفتوحة دايما وبتقدم الطعام والشراب طول الليل. ومن المدهش إنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فمتوسط عمر الإنسان في هونج كونج أعلى من أي منطقة تانية على وجه الأرض. ما زالت أسبانيا بتفتح دراعاتها ليلا